النهارده يعني عندنا سؤال في الحلقه في الحقيقه حلو قوي قوي وعجبني جدا، لكن خليني في الاول اقول لك انه بعض الاشخاص في المجمل بيبقى عندهم خوف من الاختيارات، بيخافوا ان هم يقوموا باختيار معين لا يطلع غلط، فدايما بيحبوا كده يكونوا في السيف سايد او يكونوا واخدين الاجابه من كذا حد حواليهم، سواء الاهل او المعارف او الاصحاب او او او. والبعض التاني عنده استقلاليه تامه، بياخد قراره من دماغه، حتى احنا دايما بنقول كده قراره من راسه، بيبقى مش عايز حد يتدخل في حياته، ملكوش دعوه انا اللي هاخد قراراتي بنفسي. بعض الأحيان كتيرة قوي إحنا بنبقى من الناس اللي قرارات كده في حياتنا مهمة جدا بنبقى مش عارفين هل نستشير فيها الأهل والأقارب ولا لا ناخدها من نفسنا. بعض الحاجات زي التعليم، الجواز، الرياضة مثلا، وبسبب اختلاف الثقافات ما بين الأجيال أحيانا كتير قوي بيبقى المشورة ما بتبقاش في محلها. يعني ساعات كتيرة مثلا بيبقى ولد أو بنت حابين إن هم يدرسوا في مكان مختلف عن اللي هم قاعدين فيه، مش بتكلم بره البلد، حتى ممكن تبقى محافظة مختلفة، وعشان الأهل بيبقوا بيخافوا عليهم يقعدوا يقولوا لهم لا يا ابني لا يا بنتي خليكم قاعدين، فساعتها بيبقى الاختيار صعب. هل أنا أفكر في مستقبلي وأفكر في نفسي وأروح أتعلم بره وأسافر بره وأبقى بعيدة شوية عن أهلي، ولا أسمع كلام أهلي وأخليني جنبهم؟ الجواز نفس الفكرة، ساعات كتيرة ولد مثلا يبقى مقتنع جدا بحد أو بنت مقتنعة جدا بولد والأهل ساعتها يتدخلوا لا مش هينفع، فهل أنا ساعتها أسمع كلام الأهل ولا لا؟ ده سؤال بقى الحلقة النهاردة يا شاذلي، وعايزة أعرف منك أنت إيه الحاجات اللي ممكن تتناقش فيها مع أسرتك في مستقبلك، وإيه الحاجات اللي أنت مستحيل لازم تختارها بنفسك؟ طيب خليني بس قبل ما أجاوب إجابتي، أنت قلتي نقطتين حلوين قوي، الناس اللي بتخاف تاخد قرار والناس اللي بتسمع كلام أهلها أو بتناقشهم في مسألة الجواز. الناس اللي بتخاف تاخد القرار دي ناس اتربت غلط، بمعنى التربية هي أساس كل شيء. التربية مش مجرد أنك بتربي واحد عشان يعرف بعد كده يبقى مؤدب ويتعامل مع الناس كويس، يتعامل مع باباه ومامته كويس، يتعامل مع زمايله في المدرسة، زمايله في الشغل، مراته، لا، التربية أنت بتبني إنسان، بتبني شخص قادر أن هو يتصرف صح في المستقبل، لأنه في المستقبل بكل تأكيد هيكون في وضع مسؤولية، فلازم هو اللي ياخد القرار وهو اللي يتصرف. ففكرة أن الواحد بيكون خايف يتصرف ده نتيجة أن الأهل عودوه على أن هم اللي بيقولوا كل حاجة وهم اللي بيختاروا كل حاجة وهو تابع فقط، فبالتالي هو ما عندوش شخصية ان هو يختار، او دايما بيخاف ان اختيارات تطلع غلط، لانه زمان وهو صغير لما اختار مرة واثنين فالاب والام عنفوه شدوه جامد زي ما بنقول كده، فبالتالي هو مش هيقدر ان هو يقدم على هذه الخطوة مرة تانية. بالنسبة لي مناقشة الاب والام في الزواج، انا بشوف دايما ان مناقشتهم في الحاجات دي بيبقى يعني 90% من الامر طالما اتناقشنا، بس عشان بس ما نقولش ان هم فرضوا عليا رايهم او انا فرضت رايي، مناقشتهم في الامر في النقطه دي مهم جدا، لان هم دايما عندهم تصور وعندهم بعد تاني خالص هم شايفينه احنا مش شايفينه احنا صغيرين، احنا شايفين احنا بنحب بس. انا خلاص متعلق بالشخص ده فانا بحب بس. لكن هم رؤيتهم بتكون اوسع واشمل، فانا شايف في الزواج مطلوب ان احنا نناقش الاب والام طالما في نقاش، ده اللي برجع واكد عليه برضو، في نقاش ما بين الاب والام وابنهم او بنتهم في مساله الجواز، فدي نقطه صحيه جدا وغايه في الاهميه. بالنسبه لي مثلا انا خدت قراري وقت التعليم، مثلا انا اخترت ان انا ادخل اداب قسم اعلام وده كان اختياري، اتكلمت معاهم وانا حابب ان انا ادخل ده، فانا كنت موافقين في الاول، مش ما كانوش موافقين، هم كانوا سايبين لي حريه الاختيار في الموضوع ده، وبرضه كانوا سايبين لي حريه الاختيار في الجواز، اتمنى ان انا اكون اخترت صح يعني، لكن اكيد اخترت صح، أكيد اخترت صح. فهم كانوا سايبين لي حريه الاختيار في الموضوع ده، برضه ارجع زي ما قلت لك يا بسنت، بيرجع لي التربيه، هم اتربيت على ان انا بختار، ان انا بقول رايي، ان انا بتشارك معاهم في الكلام، لانه فرض الراي بالمناسبه بيخرج حد عنيد، شخص عنيد، شخص عنيد حقيقة. بقى مع زمايله وعنيد في الشغل وعنيد في البيت وعنيد في كل حياته، ليه؟ لان هو اتعود ان هو انسان تابع دايما مفروض عليه راي، فعارفه انت اللي هو ايه، بيخرج من عبايه الاب والام في وقت من الاوقات، وممكن يتصرف تصرفات غلط تضره وتضرهم كمان. ده حقيقي. بالنسبه لك ايه القرارات اللي انت خدتيها او لحد فين اتناقشتي مع الاهل ولحد فين قلتي لا خلاص؟ لا انا بستشير الاهل والصحاب والعيله انا من الناس اللي فعلا عندي دايما حيره في اتخاذ اي قرار، وباخد وقتي جدا 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 يعني، ولا انا في الحقيقه اهلي مطلوب في القرارات المصيريه على فكره عشان تاخدي وقتك، لو قرار مصيري مطلوب تاخدي وقت طبعا جدا يعني. لا انا بخاف بصراحه
ياخد قرار يطلع غلط. وانا في الحقيقه يمكن الحاجه اللي كانت بالنسبه لي ايجابيه ان انا والدي كان دايما بيشجعني على اتخاذ قراري انا، فما كنتش حاسه اني ببعد قوي عنه. يعني كان دايما لما اقول انا عايزه ادخل الكليه الفلانيه هو بيدعم معك. ده يلا اعملي كده مثلا، يعني حتى اختيار شريك حياتي بيدعمني. لا هو يعني والدي والدتي في الحقيقه، لكن انا من الناس اللي شويه بخاف في الحاجات المصريه، لكن الحاجه الوحيده اللي انا كنت عارفاها ومتاكده منها، بس انا ما كانش في عندي زي ده، ما كانش خيار يعني. انا عارفه ان انا عايزه اعمل كده ولقيت الناس كلها بتدعمني، انا عايزه اشتغل الشغلانه اللي انا بشتغلها دلوقتي، فانا مش ما كانش عندي شويه حيرة في اختيار الموضوع ده. فيمكن دي من الحاجات بصراحة اللي خلتني عندي ثقة في النفس. يمكن دي الحاجات اللي انت كنت بتتكلم عنها يا شاذ، دي انه الشخص اللي مش عارف يختار هو تربيته كانت غلط من الأول، لأنه احنا ما ينفعش نفضل طول الوقت نقول لأولادنا اختاروا الصحاب دول. أو ساعات كتيرة في الحقيقة بيبقى عندنا حق وفي وجهة نظر معينة للأهل، لكن لازم أخلي كمان الابن أو الابنة يخوضوا تجربة معينة في حدود وفي إطار، طالما هي في حدود وفي إطار المسموح به يقدروا يعرفوا بنفسهم إنه الشخص ده ما كانش كويس، أو الشغلانة دي ما كانتش تنفع. أو أنا شايفة إنه الدعم هو أهم حاجة أكتر من إن أنا أفرض رأيي. مظبوط، زي ما أنت قلت النقاش هو مع الوقت كمان يا بسنتي، يعني إحنا بيديهم فرصة وهم صغيرين إن هم يختاروا، ونشوف اختياراتهم عاملة إزاي ونراقبهم ونتابعهم مره في الثانيه في الثالثه، فانا عرفت ان هو بيختار صح، ولو هو اختار غلط بتناقش معاه طب انت ليه اخترت ده ما اخترتش ده، من غير ما اقطعه فابتدي طبعا ابتدي اوجهه. شفت انا قلت لك ابتدي اوجهه بطريقه كويسه هو يستفيد منها في المستقبل، فبعد كده انا بخرج شخص قادر ان هو فعلا يكون صانع قرار في وقت من الاوقات ويتحمل مسؤوليه، لانه هيتحمل مسؤوليه في شغله واكيد في بيته كمان. على كل حال احنا مهتمين جدا ان احنا نعرف اجاباتكم على السؤال ده، ايه الحاجات اللي ممكن تتناقش فيها مع اسرتك في مستقبلك، وايه الحاجات اللي بتختارها بنفسك. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجاباتكم اللي هنستعرضها خلال الحلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.